في فرع جليل بيتكو الثاني. مش أمل أنكم توقعتوا في الفرع فرع جماله ورونقه وترتيبه وعملت في الأكل الطيب. كمان مرة أهلا وسهلا فيك. كلمة صغيرة أنا بدي ألقيها قدرة منكم يعني مش طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة عطرة وبعد أهلا وسهلا بشبابنا وشابات هذا البلد العشمر. في بداية حديثي أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان والعرفان لإدارة كلية مارلياس والهيئة التدريسية المحترمين الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة الرائعة للقاء بهذه الأشبال الأشاوس في هذا اليوم المميز ألا وهو طالبات وطلاب الكلية المحترمين. شكرا للأهل المحترمين الذين تعاونوا معنا لإنجاح هذا اللقاء المشرف. شكرا لزملائي موظفين وموظفات فرع جليل المحترمين وأخص بالذكر الأخ إبراهيم كوري الذي عمل جاهدا ليل نهار لإنجاح هذا اللقاء المميز. شكرا لإدارة منطقة الشمال بإدارة السيد أنيس الحمي والزميل سليمان قرعاوي أخي سليمان قرعاوي الذين لم يبذلوا جهدا لإنجاح هذا اللقاء. وشكرا للسيد أبراهام والسيدة برديت من إدارة البنك العربي على عزمهم ودعمهم السخي لإنجاح هذا اللقاء. وأخيرا شكرا لأحباء الطلبة على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا للجميع. قيل تحيا الأمة أو تموت، تعلى أو تعلو أو وتهوى، تسعد وتشقى بقياس ما فيها من الآحاد والنوابل وبقياس معاملتها مع أولئك الأوحاد. فأمة تقدر آحادها وتطلق أيديهم في إبراز ما أوتوا به من علم أو فن أو إبداع وتمهد لهم الوسائل للفوز والفلاح هي أمة سعيدة خالدة. أما الأمة التي تغل أيدي نوابغها وتقيم العواقب في طريقهم وسبيلهم فهي أمة متعسفة زائفة. ونحن في البنك العربي مدراء وموظفين نكرس جل اهتمامنا بكم وفي بناء إنسان الغد، فأنتم بناة المستقبل. نساعدكم ونهتم بكم لكي تصنعوا المجد وتسطروا فيه حروفا تخلد الآباء والأبناء سوية، ونتمنى أن تكونوا من هؤلاء الراقين في مجال العلم والمعرفة، وأتمنى أن يكون نهجكم استثمارا بلا حدود كي ينال كل منكم مناله ومراده إن شاء الله إنه سميع مجيب. أتمنى لكم النجاح والتفوق في علمكم وكثيرا من المتعة في هذا اللقاء. وفقكم الله وأهلا وسهلا بكم ثانية. مرحبا أهلا وسهلا. طبعا البنك العربي اليوم أجرى لقاء مع طلاب ثانوية مارلياس في أبلين من شان هم يبدوا حياتهم المصرفية بالأجر اليمين كيف أنا فهمت البنك. فشو رأيك في اللقاء؟ مشان اللقاء كثير بجنن، عجبني حضور كان كمان بجنن. كنت احس وانا عم بحكي لي انه هن عن جد حابين في عندنا هيك هذا المسميه انه حب الاستطلاع عليه عطش لكثير امور. فانا عن جد بوجه كلمه للكل انه عن جد اذا في اي سؤال احنا مفتوحين وانا بالبنك انه دائما نسمع اسئلتهم ايش بيخطر على بالهم اي شيء احنا موجودين. الهدف كان اكثر انه في شغل البنك العربي قبل سنتين قال انه هدول الطلاب اللي هن ال 16 18 18 21 طلاب جامعيين فين برنامج بدناش نربح منهم ولا شيء. بيجي بيفتح حساب، الحساب مثلا فيه حتى 20 شيكل ضلوا 20 لجيل 21 حتى اذا طالب جامعي كمان بدون عمولات من ناحيه العمولات، حتى كمان اذا عم يفكر من ناحيه اذا هو بحاجه لكرد لتعليم السواقه لدوره بسيكومتري كمان في الجامعه نفسها. الجامعه نفسها كمان اليوم مش كل الناس مع اكيد، واحنا حابين انه بالاخر انه كلنا نصير نتعلم عشان بالاخر نشتغل في هذا. كان هدف مهم. في شغله هيك مرات انا في البنك هيك بشتغلها يعني ليش مرات احنا لما نوصل لوضع ليش هيك بصير حساباتنا. انا بتخيل انه اذا بنبني جيل جديد وصح ونفهم شو كل شيء معناته ما بتخيلش انه رح نوصل لوضع انه زي الحسابات اللي مش هون نحكي له الناس وضع. لما انا بطلع البلد شوف ليش هيك الاوضاع يعني لازم نيجي ندرس الامور من اول وجديد. فهي احد الاهداف اللي احنا فكرنا. وكمان احنا في ك هات نقول
مستوى بنك احنا فرع برلين في كمان عندنا 35 فرع كمستوى بنك. بنفكر دائما نعمل هيك شغلات مش بس لطلاب المدارس، بنفكر كمان للرقيم للرفقين للصيادله بالعبراني بس للصيادله واهم شيء الصيادله وكمان للممرضين وممرضات المحامين تكون كمان محامين لكل الناس. احنا طبعا احنا هون مفتوحين لكل الناس اكيد البنك مفتوح لكل الناس بس بالذات هدول بنخصص المسارات طبعا حسب المتطلبات. بشكركم جدا انكم اجيتوا هون عن جد انبسطنا بوجودكم ودائما اي شيء راح يكون راح ندعيكم. شكرا لك مرحبا، شكرا لك، العافيه، شكرا.